فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحرف إن في قوله سبحانه أرأيت إن كان على الهدى هل هي شرطية؟ وإذا كان كذلك فما جواب الشرط؟ أرأيت إن كان على الهدى، وجواب الشرط والله تقديره هل يمنعه إذا كان على الهدى؟ فهل يمنعه وهو على هدى؟ إنكار، هذا إنكار من الله عز وجل. نعم.